السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في المرة السابقة بعد أن أنشأنا البروجكت الخاص بنا. أنشأنا بروجكت سميناه توتوريال 10 وأنشأنا الفولدر الخاص بالبروجكت والكلام ده. بقى خطوة أخيرة إنه نختار المحرر بتاعنا. طيب أي زول عنده حاجة بيحبها بيحب يشتغل بها. أنا شخصيا بحب أشتغل على سبلايم تكست، محرر جميل جدا. ده الموقع الرسمي الأوفيشال سايت بتاع سبلايم تكست. اوكي، هو سبلايم تكست بيشتغل على كل انظمه التشغيل، ويندوز، لينكس، ماك. اوكي، ما عنده مشكله. محرر مرن جدا، جميل، خفيف. اوكي، انا شخصيا بحبه جدا. طيب في الاخر الخيار لك، يعني ممكن تختار اي محرر انت عايزه. سبلايم تكست في منه نسخه مدفوعه وفي منه نسخه فري ترايل، نزل اللي انت عاوزه. الفرق بين النسخه المدفوعه والفري ترايل انه الفري ترايل بيطلب منك انه انت تعمل ابديت، ما بيعمل ابديت لوحده. اما في النسخه المدفوعه هو بيعمل ابديت وبنزل لك تحديثات جميله جدا واضافات رهيبه جدا. طيب في الاخر الخيار ليك، ممكن تختار الحاجه اللي بتريحها. بعد كده نحن محتاجين ناخد البروجكت بتاعنا داخل السبلايم تكست. طيب لو انت اخترت سبلايم تكست فاستحسن تتبع الطريقه اللي انا بعملها حاليا في إضافة المشروع أو إدخاله إلى سبلايم تكست، لأنه دي الطريقة الستاندر. لو أنت اخترت أي محرر تاني فبس من فايل أعمل أوبن فولدر، تمام، وأعمل سيلكت لملف البروجكت بتاعك. طيب زي ما قلت، لو أنت من الناس اللي اختاروا سبلايم نفذ معاي الطريقة دي. نمشي لقائمة بروجكت، نعمل سيف بروجكت أز. أوكي، نعمل سيلكت للفولدر بتاعنا في الديسكتوب، نسمي المشروع بتاعنا اللي عاوزين نحفظه سميه توتوريال 10 بنفس اسم المشروع بتاعنا. نعمل سيف، بعد كده نمشي لبروجكت، اد فولدر تو بروجكت، بعد كده نعمل اوبن. زي ما شايفين فتح الفولدر بتاعنا، ده المين فولدر اللي هو في الديسكتوب. اوكي، وده الفولدر اللي فيه جميع الملفات بتاعت الموقع. فنحن هنعمل إعادة تسمية للفولدر اللي فيه جميع الملفات بتاعت الموقع، سميه SRC Standard for Source، تمام، عشان بس ما نتلخبط وتكون التوتوريال 10 معانا في كل حتة. طيب توتوريال 10 هنا، الفولدر ده هو زي ما قلنا المين كونفيجريشن فولدر، ده الفولدر الرئيسي الخاص بالموقع. طيب قبل ما نشرح أي حاجة هنا، خلينا نرجع ونعمل سوبر يوزر. طيب Python 3 Manage API، خلينا نعمل run للسيرفر بتاعنا. طيب زي ما متذكرين في اخر مرة عملنا run ظهر لنا الايرور ده. هو بيقول شنو؟ بيوضح لك انه في اشياء، تمام، ما حصل لها append او اضافة لقاعدة البيانات، يعني في تغييرات ما حصل لها اضافة لقاعدة البيانات، بمعنى انه جانجو مفصول عن قاعدة البيانات حاليا. فأي تغيير بتعمله أنت في جانجو، هو جانجو ما بيضيف التعديلات دي باي ديفولت للداتابيز، لا، أنت لازم تضيف التعديلات دي للداتابيز. حاليا الايرور ده بيوضح لك أنه أنت لازم تعمل ران للكوماندا بايثون مانج دوت بي واي مايجريت. أوكي، الأمر ده بيعمل شنو؟ بيعمل إنشاء أو إنشالايز أو تهيئة لقواعد البيانات بتاعتك. فنحن حاليا لازم نعمل run للكوماند ده manage.py migrate. زي ما شايفين هو بيعمل running migration، تمام. حاليا هو بينشئ قواعد البيانات، تقدر تقول كده بينشئ الجداول والأعمدة والصفوف والحاجات دي، بينشئ صف لكل حاجة من الحاجات دي، تمام. طيب خلينا ننشئ السوبر يوزرز بتاعنا عن طريق الكوماند create super user. طيب بيقول لك يوزر نيم leave it blank to use مهدي، ده الديفولت نيم بتاع الكمبيوتر بتاعي، انا ما هستخدمه، هستخدم admin. الايميل ممكن تكتب الايميل بتاعك، ممكن تخليه فاضي على راحتك، خليه فاضي. الباسورد خلينا نجرب 123 123، طبعا هي 123 باسورد ضعيفة جدا. يقول لك this password is too short، this password is imperial numeric، يعني ما هي ارقام بس. اوكي، فلازم تكون ارقام وحروف. خلينا نعمل الباسورد نفس
النيم بتاع المشروع بتاعنا توتوريال 10. السبب في انه انا بوريكم الباسورد انه البروجكت ده بالكامل هيكون مرفوع على الجيت هاب، فانا عاوز انتوا تستخدموا نفس الداتابيز اللي انا بستخدمه. طيب بعد ما عملنا الكريات السوبر يوزر وعملنا الداتابيز بتاعتنا، خلينا نخش للادمين بانل. كيف هنخش للادمين بانل؟ بس تكتب سلاش ادمن. سلاش ادمن جبتها من وين؟ هنعرف ونحن بنشرح في ملفات المشروع. طيب خلينا نكتب الباسورد اور لوور كيس توتوريال 10. طيب اوكي دخل معنا جانجو ادمنستريشن. هو ده ابلكيشن بيجي باي ديفولت مع جانجو، زي ما شايفين هنا حصل له initialize او applying مع المايجريشن اب اللي هو ادمن. اوكي حصل له مايجريشن، فالادمن او الابلكيشن اللي قدامنا ده هو بيجي باي ديفولت مع جانجو منشئه الديفلوبرز بتاعين جانجو. هو خاص باداره اليوزرز والاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن بتاع اليوزرز. طيب خلينا نشوف الملفات بتاعت الموقع. هنتعرض الملفات كلها، لكن هنتعرض بعمق للملفات اللي احنا هنعدل فيها. من اهم الملفات بتاعتنا هو السيتنجز دوت بي واي. خلينا نبدا نشرح السيتنجز دوت بي واي. السيكريت كي هو ده المفتاح الخاص بالسيكيورتي بتاع الموقع بتاعك، ما تخلي اي شخص يطلع على المفتاح ده لاغراض امنيه. طيب الانستول اب، من الانستول اب الجاي باي ديفولت زي ما قلنا الادمن والاوث. الاوث ده الخاص باليوزرز زي ما قلنا، والادمن هو كمان خاص باليوزرز. تمام، يعني لما تجي تعمل ابلكيشن فانت بتعمل انستول للابلكيشن بتاعك هنا انستول ماي اب، بعمل انستول للابلكيشن بتاعي الجديد اللي انا عملته في الاريا دي. طيب الميدل وير هنتعرض لها ان شاء الله في الكورس بس ما حاليا. الروت كونف هو ده المسار الرئيسي بتاع اليو ار الز او بتاع الروابط بتاعت الموقع، هي زي السايت ماب اذا تعرضت لها او الخريطه بتاعت الموقع. طيب التمبلت ده مسار ملفات ال HTML بتاعتنا في الفولدر، هو بيحدد لك انه التمبلتس بتاعتك تكون قاعده في اي مسار في اي دايركتوري انت عاوزه. ممكن انت تحدد الدايركتوري او تخليها على راحتك. طيب ال WCGI application هو ده الفولدر، اللي هو الفولدر ده اللي بيخلي اللي بيتعامل لك مع التطبيقات اللي انت بتنشئها، بيخليها كانها ابلكيشن. جانجو بيتعامل مع التطبيقات بتاعته كانها ابلكيشن. اوكي يعني ممكن تعمل ابلكيشن لليوزرز، ابلكيشن للتعليقات، ابلكيشن للمنشورات، ابلكيشن لكل حاجه. تمام، وتشيل الابلكيشن ده من مشروع الى مشروع بكل سهوله. طيب دي الداتابيز زي ما شايفين، انشا لنا ملف اسمه db.sqlite اللي هو الديفولت داتابيز بتاعتنا SQLite 3. كمان جانجو بيدعم MySQL وبوستجر وحاجات تانية، ممكن تخش على اللينك ده وتشوف هو بيدعم شنو. كمان الاوث باسورد فاليديشن ده خاص بالباسورد فاليديشن. اوكي كل الحاجات دي خاصة بالباسورد فاليديشن، دلالة على درجة السكيورتي العالية. طيب بعد كده ده الكلام ده خاص باللغة والتايم زون والكلام ده. طيب الستاتيك يو ار ال ده خاص بالستاتيك فايل اللي هي السي اس اس والجافا سكريبت والايمج، ده الملف الخاص بهم، ده بيحدد محل الملف ده وين بيكون عندك في البروجكت. هنطلع على الكلام ده كله. طيب خلينا نمشي لليو ار الز برضه لانه هنعدل فيه كتير، اللي هو زي ما شايفين عندنا حاليا يو ار ال واحد اللي هو الادمن زي ما وريتكم السلاش ادمن، انا ما جبتها من عندي، شفتها هنا في ملف اليو ار اس. زي خلينا نجرب نغيرها لاي بي سي. اوكي نمشي هنا نعمل ريفرش للبيج بتاعتنا زي ما شايفين، بيقول لنا كام فاوند، نقوم نخليها اي بي سي زي ما شايفين لقاها وفتحت معانا عادي، لا نرجع لها اصلا. تمام ال دبليو سي جي اي زي ما قلنا هو بيدعم بيخلي كانه البروجكت بتاعك كان ابلكيشن،
يعني بيتعامل معاه بصيغه ابلكيشن. المانج دوت بي واي هو ده احنا ما بنغير فيه حاجه، هو زي الكنترول بتاعك، بتحكم فيه الاوامر اللي بتنفذ بيها الاوامر بتاعتك. عشان تشوف كل الاوامر بتاعتك بس اكتب بايثون 3 مانج دوت بي واي، اوكي، بيعرض لك جميع الاوامر منها احنا كرييت سوبر يوزرز والرن سيرفر والحياه دي كلها، استخدمنا بعض الاوامر فيها، تمام. طيب حد اللحظة دي تقريبا اغلب الحاجات اللي احنا هنتعرض لها وغطيناها كلها حاليا لحد اللحظة، تمام. نقول لكم شكرا جزيلا، نلتقيكم ان شاء الله في الدرس القادم وهو بداية المشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.